فأول حاجة هنبدأ بيها وهي دستور الدواء، ودي عايزك تعرف فيها حاجتين: مين اللي مسؤول عن دستور الدواء، وإيه الوظيفة بتاعته أو هو عبارة عن إيه. أول حاجة مين اللي مسؤول عنه؟ المسؤول عنه هي الهيئة الطبية الرسمية في الدول زي وزارة الصحة والسكان اللي هي موجودة عندنا هنا في مصر، هي اللي مسؤولة عن علم الأدوية أو هي اللي مسؤولة عن دستور الأدوية. نيجي لتاني حاجة وهي فايدة دستور الأدوية. بيقولك إضافة الجديد من الأدوية وإلغاء الأدوية التي لم تعد شائعة. هديك مثل زي ريفو اللي هو الإسبرين اللي هو كان موجود اللي لونه أخضر ده، يا رب تفتكروه. الشريط ده كان بيبقى موجود حتى في السوبر ماركتات عندنا هنا في مصر وفي كل حتة كنت تلاقيه، وكان رخيص جدا. تعال دلوقتي مش هتلاقيه، أو نادرا قوي عقبال ما تلاقي شريط زيه، ولو لقيته هتلاقيه منتهي الصلاحية. ده لسبب واحد، وهو إن دستور الدواء منع صناعة الدواء ده أو وجوده هنا في مصر، وخلى بداله حاجة اسمها الأسبوسيد. تدخل أي صيدلية تلاقي الأسبوسيد ده موجود في كل حتة، لكن لغى الريفو. تاني حاجة بيقول لنا يشمل كل ما يخص الدواء كيميائيا وطبيا. انت لو جبت اي علبة دواء هتلاقي فيها ورقة كده اللي احنا بنقول عليها النشرة، وهتلاقي في النشرة دي طريقة الاستعمال والجرعة، الدواعي والموانع والمضاعفات. مين اللي قال كل الكلام ده؟ اللي قال كل الكلام ده هو دستور الدواء. وكمان معلومة إضافية، دستور الدواء هو كمان اللي مسؤول عن سعر الأدوية. احنا لو سيبنا كل صيدلية هي اللي تسعر، هتلاقي مثلا ده بيبيع الشريط ب 100 جنيه، ده بيبيعه ب 5 جنيه، فلازما يكون في دستور ينظم كل الحاجات دي. نيجي لتاني حاجة وهي طرق استعمال الدواء. لكن قبل ما نبدأ عاوز أقولك إن طرق استعمال الدواء هم حوالي 3 صفح، وبيجي منها ربع الامتحان. يعني لو الامتحان اخر السنة بتاعك من 100 درجة، فطرق استعمال الدواء عليها 25 درجة. يعني لو ركزت معايا لمدة 10 دقايق بس، يبقى انت كده ضمنت ربع الامتحان بتاعك. واحنا في المستشفى بندي الدواء عن طريق 5 طرق: لا اما عن طريق الفم او الحقن او فتحة الشرج او الاستنشاق او الطريقة الموضعية، هم 5 بس. ولو لاحظت هنا بعد كلمة موضعيا بيقولك على الجلد او في العين او في الانف او الاذن او المهبل، كل دول تحت كلمة موضعيا. يعني انا الطرق بتاعتي 5 بس. اول طريقة وهي عن طريق الفم. عاوزك تتخيل معايا انك بتدي مريض دواء عن طريق الفم. كل الحكاية انك هتجيب له الكبسولة او البرشامة بتاعته وكوب مية، وهتديها له وهتقول له اتفضل ابلع دية. فالطريقة تتميز بانها سهلة، الطريقة جميلة جدا. لكن هل كل المرضى ينفع معاهم الطريقة دي؟ يعني احنا لو جبنا طفل صغير وعطينا له كوباية وعطينا له كبسولة وقلت له ابلعها، هل هيعرف يبلعها؟ لا، هيكب المية وهيرمي الكبسولة. حتى لو انت حطيتها له في بقه وقلت له ابلعها هيتفها تاني. ففي حاجة اسمها صعوبات البلع او صعوبات اعطاء الدواء عن طريق الفم. واول حاجة فيها وهم كبار السن والاطفال. كبار السن بيعانوا صعوبة في البلع، ما بيقدروش يبلعوا. وكمان في حالات الغيبوبة، لو شخص جاي لك مغمى عليه وعايز مثلا تديله أي حاجة علشان يبلعها. هديك مثل صغير: لو جالك مثلا مريض بغيبوبة سكر وأغمى عليه، فالمفروض إنك هتديله مثلا حلوياية أو هتديله مية عليها سكر، فده مش هتعرف لسبب واحد اللي هو مش هيعرف يبلع. لكن لو كان فايق معاك كان هيقدر يبلع. ففي حالة مثلا مريض السكر ده، فاحنا بنعلق له حاجة اسمها جلوكوز اللي هي بتبقى عن طريق الوريد. فمن حالات برضو الصعوبة هي حالات الغيبوبة. وتاني حاجة وهي حالات القيء، لو حد بيرجع كتير أول ما هتديله الكبسولة أو البرشام مش هتلحق حتى تمشي في الدورة الدموية بتاعته، مش هتلحق حتى توصل بطنه فهيرجعها على طول. وتاني حاجة وهي الحالات اللي بتتكسر فيها الكبسولة أو البرشامة بالعصارة الهضمية. عشان كده تلاحظ الكبسولة بيبقى عليها غلاف خارجي من بره، والكلام ده كله هنجيله بإذن الله. الغلاف الخارجي ده بيحميها من العصارة الهضمية. العصارة الهضمية كده يا شباب عاملة زي مية النار، علشان تقدر تهضم وتكسر أي حاجة داخلها عن طريق الفم. فما بتركزش بقى ما بين إن ده أكل أو ده علاج، هي ما بتركزش. كل الوظيفة بتاعت العصارة الهضمية إن أي حاجة تدخلها تكسرها وتوزعها. ولو هندي يا شباب حد أدوية عن طريق الفم، فبيبقى على صورتين أو على شكلين: لا إما صورة صلبة لا إما صورة سائلة. وتعالوا بينا نعرف معنى الكلام ده. في صورة صلبة 3 أشكال: لا إما أقراص لا إما كبسولات لا إما بودرة. نيجي لأول حاجة وهي الأقراص. أهم حاجة إني عايزك تعرف شكل الحاجة
وهو عبارة عن أقراص من المادة الفعالة مع مادة خاملة. هديك مثل، احنا لو جبنا برشامة مثلا زي دي وفرقناها هتتحول لبودرة. البودرة دي عبارة عن حاجتين، أول حاجة وهي المادة الفعالة نفسها، وتاني حاجة وهي مادة النشا. وليه النشا؟ عشان بتخلي المادة الفعالة خاملة ما تشتغلش غير لما توصل للمعدة، وكمان ممكن يكون عليها من بره كده طبقة رقيقة من السكر عشان يغير طعمها، لأن في برشام بيبقى طعمه مر جدا وممكن يخليك ترجع. وفي أنواع تانية من الأقراص أو من البرشام بيبقى عليها بدل طبقة السكر دي طبقة بتحميها من عصارة المعدة، ولو انت فاكر احنا قلنا ان عصارة المعدة بتكسر وبتهضم اي حاجة بتدخل لها عن طريق الفم، وما بتفرقش سواء ده اكل او دواء عايزه ولا مش عايزه، مهمتها اللي هي تهضم اي حاجة تدخل لها. نيجي بقى المعلومة مفيدة جدا هقولك عليها ولازم تحفظها، لأن دي فعلا اللي بتفرق ما بين الممرض الشاطر والممرض اللي على قده. الأقراص يا شباب أو البرشام من حيث المفعول بنقسمه لنوعين، نوع اسمه سريع المفعول ونوع طويل المفعول. نبدأ بالنوع اللي هو طويل المفعول، وده زي أقراص المضاد الحيوي. لو جبت مثلا علبة مضاد حيوي برشام كده من اللي موجودة عندك في البيت هتلاقيها مكتوب عليها مضاد حيوي طويل المفعول، بالمعنى انه بيدخل جسمك بيشتغل ببطء وبياخد وقت عقبال ما بيشتغل، وكمان بيخرج من جسمك ببطء. ممكن مثلا ما بين انه يشتغل وما بين انه يطلع من جسمك ياخد من 6 ل 8 ساعات. عشان كده ممكن تلاحظ الدكتور يقول لك علبة المضاد الحيوي دي 3 مرات في اليوم، يعني ما بين كل مرة ومرة مثلا 8 ساعات. فالمعنى ان الدواء ده مفعوله بيخرج من جسمك او بيبدأ ينتهي بعد 8 ساعات، فهو عايزه خلال ال 24 ساعة كلها موجود في جسمك. نيجي لتاني نوع وهو سريع المفعول، وده من اسمه يعني بيشتغل بسرعة. هو مش جايب لكم هنا امثلة في الكتاب بتاعكم، لكن انا هقول لك مثل من ارض الواقع بتاعك. وانت في الشغل ممكن يدخل عليكم عيان، ده دائما ما حصلش معاك يوميا، كل يوم لازم يتكرر معاك الموقف ده على الاقل مرة في اليوم. يدخل عليك عيان حاطط ايده ناحية قلبه وبيقول لك انا تعبان قوي والحتة دي تعباني. اول ما تقيس له الضغط بتاعه تلاقيه 180 او 190 على 100، هتلاقي الدكتور فورا يقول لك يا وائل ولا يا احمد او يا ياسمين هات بسرعة الكابتون وهات البلافيكس. الكابتون ده شريط بيقلل الضغط، والبلافيكس ده لمرضى القلب، والاتنين دول المفروض اللي هما بيتاخدوا عن طريق الفم، يعني بتبلعهم وبينزلوا بقى في البطن. لكن في اللحظة دي ما ينفعش ان احنا ناخدهم عن طريق الفم عشان هياخدوا وقت عقبال ما لسه يتحللوا والعصارة المعدية تكسر قد نصهم، وبعد كده يخش على الكبد، الكبد يصف منهم، وبعد كده يتوزعوا على الجسم، حوار كبير وممكن ياخد منك قد ساعة لحد ما يشتغلوا. فبنحطهم فين؟ تحت اللسان، لسبب واحد، لان تحت اللسان في العصارة اللعابية، والعصارة اللعابية اللي هي بتطلع لك اللعاب والسكريشن كله اللي هو موجود في بقك، ودي بتاخد الدواء او بتاخد الكابتن والبلافكس بتدوبهم وبعد كده بتسحبهم وتدخلهم للدورة الدموية مباشرة على طول. فهتلاقي ان العيان الضغط بتاعه خلال من 3 ل 5 دقايق بدأ ينزل، وبدأ يقول لك انا بدأت ضربات قلبي تهدى. هو فعلا كده علشان الدواء اشتغل فور ما انت حطيته تحت لسانه. اتمنى انك تكون فهمت النقطة دي، ولو ما فهمتهاش عرفني تحت في التعليقات. نيجي لتاني حاجة ينفع تتاخد عن طريق الفم في صورة صلبة، وهي الكبسولات. والكبسولات عبارة عن حاجتين، يعني احنا لو جبنا الكبسولة برضو وفتحناها كده هتلاقيها حاجتين، عبارة عن غلاف والمادة الفعالة. والغلاف ده بنسميه غلاف جيلاتيني. والغلاف ده او الكبسولة دي لا اما تكون صلبة، وفي الحالة دي هيحتفظ جواها بالمساحيق اللي هي شبه البودرة كده، لا اما تكون مرنة ودي هتشيل جواها السوائل زي كبسولات زيت السمك. ممكن ان احنا نخلي الكبسولة دي طويلة المفعول باننا هنحفظ المادة الفعالة داخل غلاف قوي ياخد وقت عقبال ما عصارة المعدة تهضمه وتوصل للمادة الفعالة اللي جواه. نيجي لتالت نوع اقدر اللي انا اديه عن طريق الفم في صورة صلبة، وهي البودرة. والطريقة دي بنلجأ لها لو عايزين ندي كمية دواء كبيرة، او لو طفل صغير ومش هيقدر اللي هو يبلع البرشام او الكبسول. والبودرة دي ليها اكتر من شكل،
ومن اشكالها هي البودره الفواره، اللي هو بالبلدي كده يا شباب زي الفوار بتاعنا اللي احنا بناخده، بنجيب كوبايه ميه وبنحط عليها الكيس ده ونبدا اللي احنا نشربه للطفل كانه عصير مثلا، كل شويه ياخد رشفه كده لحد ما يخلص الكوبايه كلها، لاما انه يكون مكمل غذائي. يعني ساعات كتيره برضو بنجيب اكياس من المكمل الغذائي زي مثلا فورميلا او الجروس فورميلا، علب كده بيبقى فيها بودره، وبتجيب برضو كوب وبتحط فيه معلقتين ثلاثه وبتقلبه في الميه وتبدا انك تشرب الطفل بتاعك لو عنده انيميا او كده. وبرضو مش الطفل بس، ده ممكن للكبار برضو، انت لو عندك انيميا او كده بتجيب البودره دي وبتقلبها مثلا في ازازه او حاجه وبتبدا انك تشرب. لكن ان انا اديك مثلا الثلاث اربع معالق دول في هيئه كبسولات، فممكن اديك مثلا من 6 ل 10 كبسولات. فالافضل طبعا في الحالات دي ان احنا ندي الدواء بتاعنا في شكل بودرة. نيجي لتاني شكل من الدواء اللي بيتاخد عن طريق الفم، وهو الدواء في صورة سائلة. لكن في البداية كده خلينا متفقين ان معظم الادوية اللي بتتاخد عن طريق الفم في صورة سائلة بتكون في زجاجة. اللي اقصده ان الدواء اللي في صورة سائلة بيكون معظمه شكل بعضية موجود في زجاجة، فانت مش عارف تفرق، لكن الفرق بيكون في الذوبان بتاعه. وانا هفهمك النقطة دي، لكن بعد ما تصلي بينا كده على النبي وتنزل تعمل اشتراك ولايك للفيديو ده. عندك الأدوية السائلة ثلاث أنواع: سوائل ومعلقات ومستحلبات. السوائل عبارة عن مواد ذائبة في الماء، يعني الزجاجة دي جواها حاجتين: مية والمادة الفعالة. تاني حاجة وهي المعلقات، وبيقول لك هي مواد صلبة غير ذائبة في الماء، يعني الزجاجة اللي قدامك دي فيها بودرة وبيجي معاها حاجة كده زي كيس مية، فبتضاف عليه وبعد كده بترجها وبتبدأ تدي منها عادي. أكيد خطر على بالك هنا سؤال، طيب ليه الشركة نفسها ما تجيبليش المية مع البودرة، هما مخلوطين مع بعض؟ هقول لك لسبب واحد، وهي إن المعلقات بتتفاعل مع بعضها، يعني لو هي مش في صورة بودرة زي ما هي جاية كده وكانت في صورة سائلة، هتبص تلاقي الزجاجة دي آخرها أسبوع وبعد كده هتفسد وترميها في الزبالة. لكن لما هي تكون في صورة بودرة ممكن عادي تقعد سنة واتنين زي تاريخ الانتهاء بتاعها. لكن هنا ملحوظة صغيرة، مثلا بيبقى مكتوب على الزجاجة صالحة لمدة عام، يعني صالحة لمدة سنة، لكن في حالة اللي انا ضفت المية عليها على البودرة ورجيتها وبدأت اخد منها، يبقى دي صالحة لمدة مثلا اسبوع اقصى حاجة. بعد كده عندك حاجة اسمها المستحلبات، ودي مواد سائلة لا تذوب في الماء، يعني الزجاجة اللي جاية لك دي عبارة عن المادة الفعالة فقط، ولا هي بودرة على المية ولا هي مواد ذائبة في الماء، الزجاجة عبارة عن المادة الفعالة فقط. والمادة الفعالة دي يا شباب أكيد بتبقى سائلة علشان تتبلع عادي. وبكده يبقى الحلقة دي خلصت، ما تنساش تعرفني تحت في الكومنتات شرح عاجبك ولا لأ، وانت يعني فاهم الدنيا معايا ولا لأ، وياريت تعرفوا أصحابكم بالقناة عشان هم كمان يستفادوا. والسلام عليكم.